اللي بتخطب بتضحك وبتنبسط مو بتكشر. يا ستي نيالك لا تجوزتي ولا تعترتي. مو لهالدرجه، ايه انا ما لقيت حدا يتجوزني. بخيلك على الجنه. صباح الخير. صباح النور. كيفك سهى؟ اهلا جلال، خطيبي جلال، منى صديقتي. تشرفنا استاذ جلال. اهلا اهلا. رح ابعث لكم قهوه. كيف قهوتك استاذ؟ وسط. شي ببشر بالخير. دغري حفظتي كيف اشرب قهوتي. وهذا الشي بسرك؟ طبعا. هذا بدل على انك مهتمه فيي. وانا فعلا مهتمه فيك ومتمني احبك. الحب بيجي بعدين. يسلموا هالايدين عمو ابو مازن. يسلموا. يسلموا يا ابو مازن. المهم شو رايك نطلع نتغدى سوا؟ مو انت اكدت لماما انه ما لازم نطلع سوا مع بعضنا ولحالنا؟ لانه امك عم تحكي كلام مزبوط. مدام مزبوط، ليش عم تطلب مني نطلع سوا؟ ايه مو ضروري يعرفوا، نحن قدامهم منحاول راعي مشاعرهم. اسفه، ما تعودت اتعامل مع اهلي بهالطريقه، وما فيني اكذب عليهم. وتطلعي مع اخوك الصايع هذا معليش؟ عفوا اخي طبيب محترم، مو ماله صايع، واذا سمحت زين كلامك. خلص عفوا اسف. عفوا هي شو ساره؟ هي 1600 ليره، مكتوب عليها هي. سهى. اهلين ممدوح، كيفك؟ انا منيح. انت ان شاء الله منيحه؟ وينك لهلا؟ حتما مع خطيبك. صحيح سمعت انخطبتي. انت شو لك علاقه؟ كيف ما لي علاقه وانت ام بنتي؟ طيب تفضل نحكي جوا. لا خلينا نحكي هون، بدك تستقوي باهلك ما هيك؟ الله يسامحك. وقفي شوي. انا لسه ما خلصت حكي. انا لساتني بحبك وما راح اسمح لحدا بالكون ياخذك مني. سمعت من هالحكي كثير، لا طعمانا خبز ولا خلانا نعيش يوم واحد متهنين. إذا تزوجتي بدي آخذ منك يارها. وكيف بدك تعيشها؟ مو لتلاقي شغل بالأول؟ ولا كمان هي بدك تصرف عليها من أهلك؟ ركب غطا الصباغ وشغل. حاضر. يا سيدي من اولها هدول النسوان ما بينعطوا وش، ما بينعطوا وش منو؟ بزمتك انا غلطت شيء. اعوذ بالله. بس هي اختي مدلله شوي، يعني بدها مسايره، بس مو ترخي لها الحبل كمان. وانا هيك عم قول. بس يا ابو ماجد اختك شخصيتها قويه كثير. قلنا احنا بالعيله كلياتنا شخصيتنا قويه. بس يعني المرأة بتضل المرأة، فهمت علي يا ابو محمود؟ طبعا طبعا. بصراحة هدول اخواتك ما عم بقدر اتفاهم معهم يا اخي. انت شو لك علاقة معهم؟ انت حكيك معي وما ابي. اصلا هي ما لها رأي واخواتها انساهم. انا اليوم بروح بحكي مع جوز كلام وبوقف لك اياها عند حدها، خلص ولا يهمك. اهلي عمي. تفضل ارتاح. خير عمي، ممكن اعرف شو اللي عم بيصير؟ شو اللي عم بيصير؟ سمعت سهى انخطبت. ها
ولازم ناخد إذن منك. والله يعني من واجبكم إنكم تبلغوني، لأنه بنتي عايشة معها، وإذا تزوجت واحد غريب يعني أنا رح أكون نهائي نهائي ماني مرتاح. أيوة من واجبنا بقى. وأنت حريص على بنتك أكثر مما نحن حريصين على حفيدتنا. شو هالحكي يا عمي؟ ليش مو هيك الأصول؟ نحن ما نستأذن حدا بالشي اللي بدنا نساويه ومقتنعين فيه. بعدين بحب ذكرك أنه صافي إلى أم وأب وثلاث أخوة، لا تنساهم هدول، فهمت؟ ولا بحب فهمك أكثر من هيك. يعني مصممين؟ إيه نعم. وأنت ما دخلك. كيف ما دخلني؟ وبنتي؟ بنتك موجودة ومن حقك. إمتى ما صار عندك إمكانية إنك تعيشها مثل العالم والناس، أنا بإيدي بجيبها لعندك. لكن لما بيكون في عندك أهلية، ولا أنت نسيان إنك فاقد الأهلية؟ إذا ما بتعرف شو معناتها الكلمة هاي، روح اسأل عنها حتى ما توقع حالك بمواقف مالك قدها، فهمت؟ بالإذن، أنا متعود إنه نام بعد الظهر. بسيطة، نتواجه. وشو بده هذا كمان؟ شو بيعرفني؟ شايفت لك كل القصة ما رح تمضي على خير. البابا ما قصر فيه، بس لو أنا طالعت له كنت شرشحته. ستي، صار الكل معتبر حاله مسؤول عني. وانتي؟ بدي اتحمل، شو اعمل؟ غير امك ولا ابوكي؟ ولا ناقش خالك واخوك سعيد؟ سوها كتير اعصابها تعبانه. هي شكت لك من جديد؟ يعني عم اقول بما انك انت قاعد بالبيت فلازم تتدخلوا. طيب يعني انا شو فيني اعمل؟ المشكلة انه انا ما فيني اتدخل، امك عم تحسس من اي شيء بساويه. لك يا رجل، معتبرتني واحد فلتان. سيدي نيالك، على قليل انت خلصان من الهم. طيب لا خلص، بالنسبة لسوها اطمن، انا رح ضل واقف شنطة. طيب ماشي، مع السلامة. ايه تديري بالك على جدو. ايه امري، يلا جدو. ايوه جدو، ايوه يلا. ايدك على 500 ليره. نعم 500 ليره. ليش؟ بكره عيد ميلاد يارا. اشتريت لها هديه. ما بك شيء ابو سعيد؟ لك بعجبك. يلا جدو. يلا جدي، يلا. قبل ما تمشي بوسة جدو. باي تيتي. باي تيتي. مرت عمي، حلو هالفستان ما؟ حلو كتير. ليارا؟ ايه طبعا. الله يطعمني شوف ولادك. وجبت لك كمان كتب وقصص. كمان قصص وكتب؟ نيالا. أبوك جاي لعنا؟ خير؟ شو بده يحضر عيد ميلاد بنت أخته؟ ما بعرف، بس الموضوع بيخص عمته سهى. سمعت بابا عم بيقول لماما إنه خطيب عمته سهى إجا لعنده هالمحل وراحوا لعند خاله أبو زهير. ما بعرف، بكرة بشوفك بعيد ميلاد يارا. لا شو بدي بهالجاية مع بابا وماما؟ طب خبريني شو بيصير معك. يلا باي. خاطرك بابا. مع السلامة بابا. ما رح نتأخر ماما. ماشي. ألو، هاي شادي، كيفك؟ أنا منيحة كتير. البكالوريا ما كتير صعبة. على فكرة سمعت الشريط اللي أعطيتني إياه، حلو كتير، بس أنا بحب الأغاني الرومانس أكتر. نسيتني.
ممكن احكي مع جمانة؟ ممكن اعرف شو مناسبة هالحديث؟ بدون مناسبة، بس لازم تعرفي انه جلال جاي يخطبك على سمعتي وسمعت خالي ابو زهير. لكن لك بنتي لكن، السمعة إلها، نحن وعيلته أكثر من أهل. طيب خل عفوا، يعني أنا ممكن أفهم شو اللي يزعج عريسة المحترم؟ كبر رأس أختها. يعني ما بتسمع له كلمة، بيقول لا تطلعي بدون إذن، بتطلع على كيفة. الرجال بده يتجوز مرة ما ترد له كلمة وتخدمه. بس هي ما ردت له كلمة. ورفقاتك مو عاجبينه. وشو شاف من رفقاتي؟ هاي رفيقتك مونة اللي بتجي لهون، بعرفها. واخواتي عاجبينه؟ مو كلهم. شو قصدك؟ لا ولا شيء. نحن عم نحكي مشان مصلحتك، ما بدنا بكره تتجوزوا وتختلفوا. نحن منتفاهم، بعدين ما حدا يتدخل. ودخلك لحق يشكيني إلكن؟ لأنه ابن أصول. والمطلوب مني؟ ديري بالك عليه وتلتزمي بأوامره. طيب. ألو سيد جلال، أنا سهى، ممكن أشوفك بكرة؟ لا مو بالشغل ولا بالوظيفة، بدي أشوفك برا. أوكي، بعرف شو بدكم تقولوا، اني لازم صير خدامة واخرس وبوس ايدي وش وقفة انه رضي واحد يتجوزني وانا مطلقة. شايف اختك دكتور؟ فعلا بدها تربي. سعيد زودتها وزين كلامك. وانت اللي بدك تربيها؟ بابا اختنا مطلقه وخطيبها اجى لعندي وشكالي واجى لعندي كمان. رجاء لا حدا يتدخل بالموضوع، انا لساتني عايش وشايف كل شيء. وسوها ما غلطت. طبعا طبعا بدها تقوى لانه ما في راس. سعيد انت قليل ادب. يلا نمشي. خاطرك. مع السلامة بنتي. يا أب سعيد هيك ما بينفع، الشغلة بدها طولة بال. لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن معقول تقوم تحكي هيك مع خطيبة قدامنا؟ شو؟ أنا إلي قليل أدب. شو عليه أبو سعيد؟ بسيطة. هذا أبو بحق له. ما بحق له، ما بحق لحد يحكيني هيك حكي. ولك أنا سعيد على سن ورمح، لكن أبي يوقف مع واحدة مطلقة ضدي أنا؟ بسيطة بسيطة يا أبو سعيد بسيطة. وإن شاء الله عطالعوا على الناس اللي رح تشكيني لأخي ولخالي. بدك ما تقاصيني، هن بيفهموا علي. ممكن أعرف شو شروطك؟ إيه ها؟ أنا هيك بحب المرأة الفهمانة واللي بتسمع كلمة. يا ستي أولاً ممنوع تطلعي مشوار بدون إذني. ولا حتى مع رفقاتي؟ هدول رفقاتك تنسيلي ياهن نهائي. وإخواتي؟ يا ستي إذا مع أخوك سعيد وعيلته ما في مانع، بس مع أخواتك التانين ممنوع، وخاصة علاء. تانياً بترجعي بنتك لأبوها بس تخلص حضانتها، لأنه بدي جيبه لابني يعيش معنا بس تخلص حضانته. وبتسمعي لي كلمة وبتشاوريني بكل شيء. هلا ابني من ابنك وبنتي مو وقته، بس ممكن أعرف ليش ما بقدر أطلع مع أخي علاء؟ هذا صايع عزابي، بعدين رفقاته كلهم عزابية. أخي علاء صايع؟ هذا رأيي فيه. بعدين أنت شو عرفك بهالدنيا؟ سأليني أنا، قد ما شفت شاب شعر راسي. يكون بعلمك أخي علاء بيشرف بلد، بعدين هو طبيب محترم جدا وشريف، مو مثل أخوك المرتشي. ولا بتظن إنه ما منعرف؟ حلو، ما ناقص غير تضربيني. وقفي
لسه شروطي ما كملتها. إذا بدك نكتب الكتاب فكري على أقل من مهلك، ولا تنسي إنك مطلقة. العمى إيه هي، كيف لو كانت بنت؟ مو حرام هالحلو يكون زعلان؟ في مجال احكي معك كلمه؟